قبل ما اقول لك الحدوته تبدا اقول لك اي حاجه، ربنا يرحم شهداء غزه ويلهمهم الصبر، الا ان نصر الله قريب. الحدوته بتكمل ونشوف مهنات اللي بتسلم على اصحابها وتحديدا لوكا، واللي بتكون عايزاه في كلمتين كده على جنب. فلوكا بيقعد معاها وبتقعد بقى تصيح على ادريان وانها مش عارفه تعمل ايه، ولكن لوكا بيديها كلمتين في جنبها وبتقوم تمشي. واول لما بتخرج من اوضه لوكا بتلاقي ادريان في وشها، واللي بيكون داخل يقعد مع لوكا وياخد دوره بقى هو كمان في الصياحه. بعد كده ابو الصحاب لما بيمشي بيجي ابو لوكا يقعد معاه وياخد دوره هو كمان في الصياحه. وبعد برده لما ابوه بيمشي بتيجي بنت كده معجبه بابو لوكا وبتقعد تصيح مع لوكا. مش عارف انا امتى لوكا بقى دكتور نفسي، وده صعبان عليا والله العظيم. امي تلاقي لها العلاجه تصيح له، طب انت اصلا تعالى كلمنا انا حتى اعمل لك ايه. طيب المهم الصحاب بيخلص من الصياحين دول كلهم وبيطلع يعزف مع بقيه الفرقه، ويكون مش قادر ان هو يخرج من دماغه فكره ان مهنات الدعسوقه وادريان هو القط الاسود، ولكن بيقطع تفكيره منتج اغاني اسمه بوب، وعايز يمضيه على عاد ان هم يعملوا اغنيه مع بعضيهم. ولكن ام لوكا بترفض وكل شويه ترميه من على السفينه، عشان بوب ده يعني بيعشق الفلوس ومنتج ابن عاهره يعني وكده. ولكن بوب بيقنعهم ان هو اتغير وان هو هيديهم حقهم وبياكل لهم حلاوه. طب ما لكني معاك انا جعان. المهم بيوافقوا بيقضوا على العقد، بس لما ابو الصحاب بيمضوا على العقد بوبي بيقوم طارد كل الفرقه ما عدا لوكا، عشان هو كان عايزه هو بس اصلا، ولوكا ما كانش هيوافق ان هو يمضي العقد من غير فرقته، ده غير ان مكتوب في العقد ان هو هيبقى مالك كل حاجه بتاعتهم حرفيا، وهم كده ما ينفعش يعملوا فريق تاني خالص. يعني من الاخر كده هو غفلهم ومضاهم شيك على بعض، يعني عشان تبقى بس فاهم الدنيا. في الوقت ده لوكا بيتعصب وبيحس بالذنب لان هو اللي قال لفرقته ان هم يدوا لبوب فرصه، فمونارك ساعتها ابو الصحاب بيبعت له حكومه تسيطر عليه حول له شريط اسمه سايلنسر او كاتم او كاتم الصوت يعني. ولكن لوكا بيقعد يقاوم الحكومه بشراسه وبضراوه بتخلي مونارك بيستغرب، هو الواد ده ماله يا عم، تسيبها يا عم تقعد يا عم وترسنا نفسها في جسمك الله. المهم ابو الصحاب زي ما قلت لك مونارك مستغرب منه كده، ولكن بعد شويه تفكير بيعرف ان لوكا اساسا عارف هويه الدعسوقه والقط الاسود. لوكا عشان يحمي الدعسوقه والقط الاسود قام جاي كسر جيتاره اللي موجود جوه الحكومه، مع انه كان عزيز على قلبه. انما بقى بالنسبه لبوب فام لوكا بترمينا على السفينه بالمره الخامسه، بيتعصب وبيزعل ان هو عايز يكسب فلوس من ورا لوكا، فمنارك ساعتها بيستغل مشاعره وبيبعت له حكومه تحول له لشرير اسمه جولد ريكورد او التسجيل الذهبي او الشريط الذهبي. بص المهم ان احنا نقول له جولد ريكورد وخلاص. يعني قوته بقى ان هو لما بيضرب شخص بيحوله لاسطوانه بتقول كل اسرارها، وده علشان يعرف هويه القط الاسود والدعسوقه من مين، من عمنا لوكا. وغير قوته دي هو معاه ملك لس الحصان كمان، فبيروح يضرب لوكا ولكن روز بتحميه وبتتحول هي لاسطوانه. ولما جولد ريكورد مش بيلاقي منها فايده بينفيها للفضاء بمركلس الحصان، يلا في داهيه كده. وكل ما بيحول شخص وبيلاقي ان هو ملوش اي فايده بينفيه للفضاء، ده احنا فضاء هيبقى ملاك من فوق. المهم لوكا والصحاب يقوم واخد الطلاب ومهربهم وبيقول لما تستخبي هنا يا بنت على عاهره انت، عشان تبقى فاهم بعيد عن ايه، عن الطلاب وتحول الدعسوقه. ونفس الكلام ده برده مع ادريان، انت فاهم الحاجات دي يعني، واحنا ما بناخدش بالنا خالص ان ايه هم فين ادريان ومارينيت اسال اللي كانوا لسه معانا دلوقتي. ايو ايه ده الدعسوق القط الاسود، واو. طب فين مارينيت وادريان؟ فين الدعسوق القط الاسود؟ فين الغال بتاعكم؟ المهم يا بالصحاب ان على اخر لحظه الدعسوقه بتاخد لوكا وبيهربوا من قدام جولد ريكورد، وقبل ما يضربهم بيجي القط الاسود وبيلحقهم. وبعد شويه جري كده بمنوره مع عمنا جولد اللورد، لا معلش هاري بوتر بس بصراحه حبتين. المهم يا بالصحاب الدعسوقه بتتصل بالقط الاسود وتقول له ان هو يخلي جولد ريكورد مشغول لحد لما تلاقي خطه ما، فطبعا بتعمل تعويذه الحظ طبيعي طبعا بنت العاهره، وبيجي لها ساعتها مسمار تويت تقريبا يعني مش عارف. المهم تبدا بعد كده انها تلاقي الخطه، ولكن بتقول للوكا ان هو هيبقى زي الطعم وده خطر عليه. فلوكا ساعتها بيقول لها مفيش مشكله خالص، بس هو انت مقدره الخطر اللي هيحصل لو انا اتمسكت كده يا مارينات؟ فالدعسوقه تقول لي يا عم ما تقلقش يا عم، لو بتحب شخص ما كده ومش عايز تقول اسمه عادي يعني يا معلم. فلوكا بيقول لها لا يا مارينات يا مارينات، ها سامع انا بقول لك يا مارينات، واخده بالك يا معلمه؟ فالدعسوقه ساعتها بتقول له فيها ايه يعني لما تحب واحده ما تقول اسمها يا جدع عادي يعني؟ فلوكا ساعتها كان هيعمل لها حركه وحشه بمناخيره يعني، بيقول لها يا بنت الغبيه انا عارف انك مارينات، ولو اتقفش هقول لجورد ريكور على هويتك انت من القط الاسود. فالدعسوقه تقول له ايوه بس لو بتحب شخص قول عادي يعني يا عم، عميتيني كده عسوقه، شخص مين اللي بحبه دلوقتي الله. يخرب بيت امك. المهم بعد شويه غباء كده من بنت العاهره دي بيتستوعب ان لوك عارف هويتها، سبحان الله يا مؤمن. المهم بصراحه بتفكر بعد كده انها عملت غلطه، ولكن لوكا بيقول لها ان هو عارف هويتها بس انت عوزت الفرصه الثانيه وحوار يعني، بس يا لوكا يعني بتحب واحده ما تخافش يا لوكا ما تخافش يعني الموضوع ده. المهم بصراحه بتخلي بعد كده لوكا يقف على برج ايفل ويخلي
خلي عمنا جولد ريكورد يلاحظه فبيعمل تليبورت ورا لوكا على اساس انه هيغفله، ولكن الدعسوقه هي اللي بتغفله وبترمي المسمار على الجزء اللي فيه الاقومه فبيطير القط الاسود واللي بيدمره بتعويذه المخالب القططيه، والتعويذه بتعالج الاقومه وكل حاجه بتبقى زي الفل والحمد لله. ان بقى بالنسبه لوكا فبيودع اصدقائه بما فيهم مارينات وادريانو، بيروح البرازيل يعيش مع ابوه لان مونارك عرف ان لوكا عرف هويه الدعسوقه والقط الاسود، وما ينفعش يفضل في باريس عشان لو اتحول باقومه الدعسوقه والقط الاسود هيتفشخوا. بس برضه يعني يا اسطى، يعني لو بتحب شخص ما كده عايز تقول اسمه قوله عادي يا اسطى مش مهم يعني. مانا بتصحى من النوم على اتصال من قد يعني ان هو رايح حمام السباحه مع الشله وهي عايزه تيجي يعني، فبتقفل معاه وبتقوم تفطر عشان تروح وهي يعني بتدايخه سيقه كده يعني، وحاسه ان كل حاجه بالصحاب بتتحرك حواليها، فبتقلب الفطار بغلط وبتمشي عشان تروح حمام السباحه. بتتبع كده اديان ويخشوا مع بعض الحمام السباحه، وبتخش هي تغير في اوضه وهو في اوضه، ولكننا بنلاحظ ان مانات مش قادره انها توصل بطولها اساسا وبتاخد نفسها بالعافيه. في ايه يا بنتي مالك يا ماما، ده دعواتي جت فيكي ولا ايه؟ ولكن الصحاب عشان هي حماره طبعا بتطنش كل ده، وبتروح عشان تختص وتعوم وركسي هب وهوبا يشب يحب اللعب في وقت اللعب المهم بتروح تختص مع ادريان، ولكن بسبب الدوخه بتاعتها دي بتزعل ادريان وبتجري، انت حامل ولا ايه يا دعسوقه في ايه؟ المهم بالصحاب كيم بيقعد يضحك كده، ولما ادريان بيساله تضحك ليه يا ابن، فبيبدا ان هو بيحكي له ان هو عمل مقلب في مارينات السنه اللي فاتت، ولكننا احنا بنسيبه بقى يحكي مع نفسه كده وبيروح مع مارينات، واللي مره واحده بتلاقي كوما دخلت في مؤخرتها وبتحولها لشريره اسمها بانيك. بانيك دي اللي هي يعني هلع زي ما تقول كده يعني، او المهم ابو صحاب منارك بيقعد يكلمها، ولكنها ولا هنا اساسا بكون قاعده افتكر ايه اللي حصل السنه اللي فاتت عشان تبقى خايفه كده يعني. وبص الحلقه كلها اساسا ما لهاش اي 60 لازمه لان ثلاث ارباعها فلاش باك اصلا، فخلي لي اختصر لك الموضوع ده بسرعه. مانك من سنه كانت بتكرش على كيم بدل ادريان، ده غير ان كلوي واخدها تنمر اصلا للصبح، ومانك كانت طالبه غلبانه بيتم التنمر عليها بكل سهوله، وكلوي كل شويه تحط لها صراصير في خزانتها او تحط لها بويه على كراسيها وهكذا يعني، لحد لما في يوم مارينيتا من الصحاب بتقرر انها تعترف بحبها لكيم في حمام السباحه، وكلوي بتكون عارفه الموضوع ده من صابرينا، بتتفق مع كيم انهم يعملوا مقلب في مارينيتا علشان كيم ابو الصحاب بيحب الكوميديا السوداء، الكوميديا السوداء بروحهم. المهم مارينيتا من الصحاب بتروح لحمام السباحه وبتقضي وقت ممتع مع كيم، وبعد ابو الصحاب ما بتخلص بتعوم وهاتك يا لعبي بتطلع من الحمام بتاع السباحه وبتعترف بحبها لكيم، واللي بيبدا ان هو يعمل المقلب بان هو بيقول لها ان هو بيحبها، وكمان وبيديها علبه خاتم كده على اساس ان هو بيتقدم لها، مش عارف انا بيتقدم بنلاقي في السن ده يعني، ولكنها اول لما بتفتح العلبه بتلاقي عناكب بتطلع عليها، ومانات اساسا عندها فوبيا من الحشرات اصلا فبتنط في حوض السباحه من تاني. وبكده ابو الصحاب بنكون عرفنا ليه مارينات عندها طرمبه انها تعترف بحبها لادريان او انها تحبه اصلا يعني. المهم نرجع تاني مارينات، واللي تاخد بالها انها واخده اقومه اللي هو يا ساتر يا رب هولي شيت ايه ده انا عندي اقومه. المهم بتخرجها بكل سهوله طبعا في نفس الوقت اللي ادريان كان بيجلد كم على المقلب اللي هو عمله في مارينات، فكم ساعتها بيزعم من كلامه والاقومه بتخش فيه هو، لا الاقومه كل شويه اللي هو يا ساتر نروح فعلا احنا يا جدعان بقى بعد ما منيل هم نار كده بعتنا الواحد وخرجنا بقى احنا دلوقتي. المهم بيتحول ابو الصحاب لشرير اسمه الكوميديا السوداء، واللي معاه قوه ميراكليس الارض، وقوته ان هو بيخلي اي شخص عنده حس كوميدي سوداء كده فبيعمل مخاطر يعني عامل زي ريسك كده فاهم انت. المهم ابو الصحاب لو مش عارف ايه قوه ميراكليس الارض، فقوته ان هو بيقدر يحول القوه الخارقه لحاجه مضحكه زي ما هنشوف قدامك يعني، هي حلقه قط مضحكه على الصبح يعني. المهم ادينا ابو الصحاب بيتحول القط الاسود ومنها طبعا متحول الدعسوقه، ويروحوا معاك يواجهوه، وبعد شويه ضربة كوميديا السوداء بيصيبهم وبيخلي القط الاسود يتعصب عليه ويقوم نازل فشخ فيه، كان هيعمل عليه اساسا تعويذه المخالب القططيه ولكن الدعسوقه بتمنعه، فالكوميديا السوداء بيستخدم عليه ميراكليس الارض ويخلي تعويذه المخالب القططيه تتحول لكور صغيره مش بتاذي حاجه كده، فالدعسوقه ساعتها بتستخدم تعويذه الحظ الله يحرقها وبيجي لها الله اعلم ايه يعني، عشان الكوميديا السوداء بيضربها ميراكليس الارض قبل ما تظهر وبيحولها لبالونه. والله انت شفت غلي يا عم الكوميديا السوداء. الدعسوقه بعد كده بتقول ما فيش مشكله خالص، وبتروح ساعتها تتحول لمينات وتتحول الدعسوقة من تاني وبتعمل تعويذة الحظ. الله يحرقك يا دعسوقة الله يحرقك. المهم بيجي لها مرحاض فيه تقريبا مش عارف ولا ايه، فبتستخدمه انها تحط على المقعد بتاعه غراء، وبتقوم جايه رزعاه في دماغ الكوميديا السوداء فمش بيشوف حاجه يعني، وبتقدر انها تخرج منه الاقومه وتعالجها بكل سهوله. حاجه بنت كلبه. المهم كيما بالصحاب بيعتذر بعد كده لمينات على اللي عمله، مينات بتقدر انها تكسر الترومبه اللي عندها ولكنها برضه مش هتعرف تتعامل في مشاعرها مع ادريان يعني. احنا كده طبعا عرفنا ايه سبب العلويه اللي هي فيها مع ادريان يعني، خايفه يحصل لها نفس الخازوق من تاني. ولكن يا بالصحاب لحد هنا ده كان ملخص النهارده، ما تنساش لسه في حلقات تانيه جايه كتير او مش كتير قوي يعني، فلو حبيت ان احنا نكمل قولي في كومنتوم بالمره اعمل سبسكرايب لايك كومنت شير عشان يوصلك كل جديد. بس كده يا الصحاب كان معاكم حدوته وتوته توته، خلصت الحدوته.
وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير وتتابع لي فولو على انستغرام وما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي منتج وكاتب الفيديو ده وما تنساش ابو الصحاب تعمل سبسكرايب لبقيه القنوات اللي هتلاقيها تحت في الديسكريبشن وبس كده اعمل حاجه ولا انا لقاء اخر في قهوه حدوته والسلام عليكم.